بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البدء نترحم على شهداء الوطن الذي فقدناهم من بداية ثورتنا إلى يوم 29 رمضان المشؤوم. أنا عبد الباقي بدر الدين أبو هالة، لجان المقاومة ولجان الاعتصام 6 أبريل، شاهد عيان على ما حصل داخل أرض الاعتصام. أنا ما بعرف أقول كلام منمق، لكن أجيكم طوالي بالحصر مما بدينا لحد ما الناس زلجوا علينا، مما دخلوا علينا الساعة 5:30 صباحا تحديدا. معظم الناس كانت نايمة مع بداية أيام العيد، يعني قبل أيام العيد الناس معظم المعتصمين رجعوا القرى، وفي ناس ما كانت بتبيت في الاعتصام، فكان العدد شبه قليل. يعني كان العدد الموجود داخل أرض الاعتصام كلجان اعتصام أقدر أحددهم لكم تقريبا ما بين 5,000 إلى 6,000 معتصم، من مرأة من نساء لأطفال لرجال. نازل جون الساعة 5:30 صباحا في البدء، جونا بزي عسكري بتاع بوليس نجدة وعمليات، دخلوا علينا الضرب من طرف وضرب زخيرة. نحن حاولنا نبدأ معاهم في المقاومة السلمية ونهتف سلمية ونحاول نقف في مدارسنا. اتفاجأنا بأنه جانا وابل من النيران من كل جانب، في قناصة، في حاجات كده، يعني الواحد ما بيقدر يتصورها. المهم انه الناس ديل اشتغلوا فينا بدون رحمة، يعني دخلوا علينا دخلة بتاع يعني ما عارف اقول يهود، يا يعني ما شياطين ما بشر، ناس ديل ما في قلوب ما في رحمة. اولا القتل اللي حصل داخل الميدان يفوق عدد بيقولوا عليه اعداد اللجان الاطباء واللي بيتبث في قناة الجزيرة واللي بيبثوا الان حاليا 180 مين نازل كتلهم قدام عيني انا حاليا كده، ما اقل من 500-600 نفر دي بالميت ماتوا في الشارع بيطبحون. بس في سؤال واحد، قول عسكريه ولا مدنيه؟ تقول مدنيه ضبح كويس. حصل اغتصاب داخل الميدان، اغتصبوا بناتنا الموجودين في الميدان كلهم الا من رحم ربي، الا اللي قالت لها حظ انها تطلع، لكن اي بنت كانت قاعده جوا الخيام قاعده اتضربت تأكد تماما انه اغتصبوها، اغتصبوهم داخل العيادة، اغتصبوهم داخل الاشعة، اغتصبوهم داخل الخيام. دي الناس الدعم السريع اللي هم قوات ملايش غير سودانية، لازم تتكلم لغة فرنسية بحتة تمام. الاوسخ من كده الناس دي حرقوا ناس دارفور جوا الخيم، الكلام ده انا شايفه بعيني بياكل الدود دي، حرقوهم داخل الخيم، حرقوا خيمتين من اهل دارفور، حرقوهم داخل الخيمة، حرقوهم احياء، ناس دي نايمة جوا احياء حرقوهم كده، واقفين عليهم بالبندقية، تجي مارق بدقوه بالدبشك في راسك يرموك جوا النار تاني. الكلام ده حصل. ولما النار تفتح هننزل اي شيء، موثقين اي شيء بالصورة وبالصوت، موثق الكلام ده كله موثق، ما في زول يقدر ينكره. الشيء الثالث والاوسخ كويس، الناس اللي ماتوا داخل الارض الاعتصام عدد مبالغ فيه، يعني ما عارف عدده كم، الناس دي بيشيلون بيرمون في البحر. ما 40، كلام 40 ده ما 40. نحن عندنا مصادرنا برضو داخل شرطة الإنغاز النهري وضحت لنا أعداد تفوق 500 شخص. وقسما عظما وكتاب الله العلي العظيم والمعبود بالحق وحياة عيالي وحياة ربنا وحياة أهلي، الكلام ده من داخل شرطة النقل النهري إنه الأعداد دي فاتت 500 شخص، ما 40، فاتت 500 شخص، فاتت 500 شخص جرفوهم من داخل النهر، وبشيلوهم ناس الدعم السريع في عرباتهم بودوهم لمكان ما معروف وين، وتاكدوا تماما انه في مقابر جماعيه بتتعمل داخل الخرطوم الان في مدرمان في بحر، انا ما قادر احدد مكانها، لكن هنحدد يوم من الايام والحق بينتصر. شيء ثالث، الناس اللي كانت في الكوبري كلهم اتضربوا ذخيره ورموهم داخل البحر، في ناس اتضربوا بالدبشك في راسهم رموهم داخل البحر، في ناس ضبحهم، ناس كولومبيا دول كلهم ماتوا ضربوهم ذخيره رموهم جوا تمام؟ في ناس من جوا ارض الاعتصام سوار، الناس ديل استهدفوا الكوادر، استهدفوا القبائل، دار يعملوا فتنه قبليه، دار يعملوا ينزعوا الرحمه من قلوب الناس عشان تخش في فتنه قبليه، ناس ديل استهدفوا اجناس معينه، قبائل معينه في السودان، استهدفوهم بالذخيره، ضرب من طرف لا رحمه كبير، لا رحمه صغير، لا رحمه امراه، لا رحمه رجل عجوز،
كله شايفينه نحن وكله موثق وكله هيصهر ان شاء الله. الشيء داير اقول للعالم من هنا ولقدام الناس تعرف انه المجلس العسكري ده مجلس كيزاني اراغد مع الشعب السوداني بدم بارد. حمتي ما سوداني ما سوداني، والناس اللي بتقول عليه راعي وما راعي، الزول ده ما راعي، الزول ده حرامي حمير. الناس اللي ما بتعرفه تعرفه، ده الجنجويد حرامي حمير، كانوا نهب مسلح في يوم من الايام، تاريخهم معروف معروف. بقول لكم الناس اللي جابوهم ديل عرب تشات، الناس اللي هسه حايمين في الخرطوم بيضربوا في الناس، بينهبوا الناس في تلفوناتهم، تيجي ماشي يفتشوك، تعال يا زول تعال يا زول، ارفع يدك فوق، دخل يدك في جوبك يطلعوا قروشك. انا واحد من الناس نهبوا تلفوني، شالوا قروشي، شالوا اي حاجه عندي في جيوبي، غير كده تتدقه والفاظ بذيئه، يا لوطي يا شنو يا شنو، استغفر الله. كميه بتاعت الفاظ وسخه، كميه كميه الفاظ وسخه. يعني انا ما سلمت لا انا لا امي لا غيره من اهلي. ليه؟ الوطن ده وطننا نحن، ونحن مواصلين في 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 سلميتنا ومواصلين في نضالنا مهما حصل. ولو متنا عندنا اجيال بتضحي، والسودان ده مليون ميل مربع. تاكد يا حميتي وتاكد يا برهان، ليك يوم ليك يوم يا ظالم، ولعنه الله عليكم ليوم الدين. شكرا جزيلا.